السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد. اليوم جوج ديال السلطات بالكينوا كيتوجدوا في دقائق، سهلين وصحيين 100%. مرحبا بكم معنا، نشوفهم ونوجدهم مجموعين. دونك السلطه الاولى غادي نحتاجوا لها بطبيعه الحال لواحد الكاب ديال الكينوا، غادي نحتاجوا ليها ليتشوغا، نقدروا نعوضوا ليتشوغا بسبيناكا بيبي، لي زيبيناغ بيبي اولا لي زيبيناغ كيكونوا مقطعين في الباكيت كيجي، اولا بروكولا، اولا بسلطه كواترو ستاسيونيس كتكون متنوعه مختلطه. المهم كنحتاجوا كميشه من الربيع، الزيتون الاخضر اولا الكحل اللي عندكم، انا عندي الخضر، نص اواكاتي، واحد الطوماطي، وذره المايس، وكيسو فيتا. كيسو فيتا تقدروا تعوضوه بالكيسو دي كابرا ولا الكيسو فريسكو ولا اللي بغيتو، اي نوع من الاجبان. انا كنفضل هذا كيسو فيتا، كيكون مالح شويه وكيجي مربعات. دونك اول حاجه غادي نديرو نقطعو لي زانغغيديون ونديرو الكينوا الطيب. نديرو جوج معالق دابا حيت بدات كتغلي يا البنات غادي نقصو عليها العافيه ونخليوها طيب حتى تشرب كلشي هذا الماء.
هاد كتجي الكينوا ديالنا، صافي. ها حنا دابا غادي نوجدو لاصالاط ديالنا. لاصالاط ديالنا تجي رائعه وفيها الحياه، فيها الالوان، ما كاين ما احسن من الالوان. طوماطيتو، كاسو فيتا، مايس، أسيتوناس، شوفوا الألوان تبارك الله كيشهيو. بلاطو أونيكو، ما يحتاجش نزيدو معاه ماكلة أخرى، غير هذا فيه الكفاية. دابا البنات لافيناغريت ديالنا شنو غادي نديرو لها؟ غادي نديرو معلقة ديال العسل، يدي راهم مغسولين البنات، راه تبارك الله راه الماء. اش غادي نقول لكم؟ معلقة ديال الصوجة، نص حامضة عصير، نص حامضة، شوية ديال سكينجبير، جهد نص معلقة سكينجبير، والكوري كيتواتى مع الكينوا، شويه د المليحه، ميلونجيو تو، نخلصو نخلطو. السلطه الثانيه ديالنا بطبيعه الحال بالكينوا، غنسميوها طابولي دي كينوا، طابولي ديال الكينوا، كما كنديروا طابولي بالكسكس غادي نديروا طابولي بالكينوا. الكينوا بلا ما نشرح لكم الفوائد ديالها، غنيه بالبروتينات بالمقارنه مع لي زوت سيريال، هي اللي عندها الباخو انديسي غلوسيميك بالمقارنه مع الرز ومع الباستا مع المكروني. دونك شنو غادي نحتاجو؟ غادي نحتاجو الله الله على الالوان كيحمقوني، طوماطي تشيري، هذا طوماطي تشيري كوماتو صغيور، واحد الخمسة ولا ستة الحبيبات قطعتهم، قزبور مقطع، بيبينو جهد واحد الطرف مقطع صغيور، كيسو فيتا حتى هو، نص اواكاطي ونص بصلة، هاد البصلة بيو عندي رائعة غزالة. دونك نديرو نخلطو كاع المقادير ديالنا. البنات هاد لاصالاط راه ما كنحتاجوش نزيدو معاها شي انوتر بلا، هادي ناكلوها كبلا اونيكو، يا اما في الغداء، دابا راه حنا في موسم الصيف، يا اما في الغداء او لا في العشاء، رائعين جدا. اللي بغى النعناع يديرو يديرو، حنا كتعجبنا بالمذاق ديال القزبور. دونك شنو غادي نحتاج للاديريسو او الخلطه؟ غادي ندير معلقه ديال الزيت البلديه، غادي ندير جهد معلقه ديال الحامض، غير كثروا من الحامض، راه الحامض صحي فيه لا فيتامين سي و كي ديسونتكسيكي لو كور، شويه ديال الكمون، شويه مليحه من السلطات المفضله عندي، هما سلطات الكينوا.
شوفوا الالوان تبارك الله ما نخلطوش بالجهد لان لافوكا دغيا كيتهرى معنا. طيب ها نتوما نديرو لي بلاطو نديروه في ندشن لي بلاطو ديالي اللي تقاسمت معاكم. غادي نديرها كامله هنا كطبق رئيسي. هانتوما البنات غادي نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا مزيان الالوان غزاله. وهذه هي السلطه الثانيه ديالنا طابولي بالكينوا، رائعه كوجبه رئيسيه سواء للغداء او للعشاء. وهما هادو لي سلطات ديالنا كاملين متكاملين، نقدموهم كطبق رئيسي سواء للغداء او للعشاء. الا كيعجبكم بحال هذا النوع من الاكل يعني سلطات كامله خليوها ليا في الكومنتير ونزيد لكم مزيد والمزيد من السلطات. دابا جاي موسم الصيف وكنبغيو ناكلو لي بلا باردين. وقبل ما نودعكم خليوكم معايا غادي نتقاسم معكم ونشارك معكم واحد طويجينات يلاه تقديتهم رائعين في الكوزينه ديالنا وضروريين في الكوزينه ديالنا. بغيت نشارك معكم الكاسيرولات اللي غادي نبدا نستعملهم في الكوزينه ديالي. غادي نجدد بعض الاواني ماشي كلشي لان حتى اللي عندي في الدار راهم مازال مزيانين، ولكن شحال هذه وانا باغا هاد لا كاليتي هذه. ما عرفوش كتسمعوا عليها كتسمى لا مارك برا برا. هذه التا غاما ديال لي كاسيرولات في الكوزينه، يعني الاخر ما خرج في الكوزينه هو سبيسيال اندوكسيون. وهاد الحجم هذا 28 سنتيمتر. غادي نحيها معكم. هانتوما راه يلاه تقديتها اليوم. هادو بين قوسين حنا كيتباعو عندنا غير في الكورت انجليس، غير في الكورت انجليس ماشي تخصيصا عليهم. كيجي هكا لومبالاج ديالهم هانتوما، ها لا مارك ديالها فيها كلشي. الكواليتي ديالها راه انتي اديرونت ريفورسادو، عندها بيان غوفورسي يعني ما كتحرق ما كتحتاجش بزاف الزيت، وانتي اديرينتي يعني ما كتلصقش، و كتحافظ على كنحافظوا على لينيرجي ما كنخسروش الضوء بزاف. كتجي على هذا الشكل. ها نتوما الطابه ديالها راه غونفورسي بالسيليكون. اون فوا كنديروها في الطنجره، غنوريكم الطنجره كي دايره. راه انا البنات كي كنقولوا حنا فريكي ديال هذا الشيء لهاد لا مارك كنحماق عليها الصراحه. شحال وانا باغا نشريها. وكيجيو هاد السدادات ديالها معاها ديال السيليكون. هاد لا مارك بغا فيها ثلاثه ديال لي كاليتي. هذه هي التا غاما، ها نتوما نوريها لكم من هنا كي دايره باش تشوفوها مزيان. وهنايا كتصلاح نديروها في لافاخيا، ولكن انا ما غاديش نديرها في لافاخيا. كتصلاح للاندوكسيون، البوطه ديال العافيه، سميتها هذه سيراميك يمكن، والبوطه ديال الفويبو اندوكسيون. هذه سبيسيال اندوكسيون حيت انا الفيترو ديالي اندوكسيون. تجي على هذا الشكل هانتوما، راه غزاله واعره 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 هانتوما. وفاش ندير لها الطابه ديالها غادي نحطها هنا. انا جي ادوري هاد الطابه لان ديال السيليكون. كنشوف انا كنحماق على الزاج، راه قلتها لكم دائما كنبغي نشوف شنو كنطيب، ما كيعجبنيش يبان مشدود. و هاد السيليكون، نوع ديال السيليكون واعر واعر واعر، وكيخرج البابور من هنا هانتوما. وبطبيعة الحال كتجيب لا غارونتي ديالها وكتجيب الكتيب ديالها، فيها كلشي هنا، طريقه الاستعمال اول مره كلشي. قبل من هاد الطاغاما كانت هذه، هاد البغا النوع الابيض، هذه كانت اوف الصراحه. وانا كنت باغا طويجينه صغيره نتوما كيعطيوك هنايا هنايا كيعطيوك دي زوف الا بغيتي تدخلي اونلاين وتاخدي واحد النوع ديال الديسكوينتو المره الجايه.
هذه طويجينه صغيره ولكن جي ادوري حتى هي، يعني هذه غادي تواتى مع لو ستيل اللي عندي انا ديال ايكيا، ولكن هذه الصراحه لا كاليتي احسن. هانتوما طويجينه صغيره وكيجي فيها ليترو. هذه غادي نستعملها بحال الشكل ديال كاسيرولا اي او ميم طون طويجينه صغيره. حتى هي عندها القباره ديالها، هانتوما كتشوفوا شنو كطيبوا لداخل، و تري اليغونت فيها لا ماركسينيه هنايا ديال لا كاليتي دبغا، و بطبيعه الحال من النور. هانتوما راه كيجي كلشي هنايا، ندور عليكم من هنا بحال الاخرى. خرجوا هادو هما الاولين خرجوا، كانوا دايرين فيهم 30% الصراحه، واستغليت الفرصه ما عنديش هاد الحجم، وخرجوا البرا خرجوا فيهم دوك الخضر والزورق، وهذه هما الاخرين اللي خرجوا الحمر. الصراحه اش غادي نقول لكم، الواحد بالنسبه للعيالات اللي عاد غادي، البنات اللي عاد كيجهزوا المنزل ديالهم والكوزينه ديالهم، البنات ما يتسرعش ويشري لي كاسيرول من طرف، يشوف هنا ويشوف هنا ويشوف هنا ويقارن الاثمنه ويقارن لا كاليتي. وفاش نشريو بطبيعه الحال نحاولوا نشريو اون بون كاليتي الكوزينه ديالنا، ندو منا وقت كبير. انا كنت بغيت نشاركهم معكم وشاركتهم معكم، جي فريمون ادوري، كيعجبوني بزاف. وهنايا بطبيعه الحال غادي نبقى بشويه بشويه، حيت مازال خاصاني هانتوما راه فيهم الاحجام. كل نوع ديال الطاجين كيجيك فيه، هذا فيه 36، كيجي فيه العبار 24 28 32 حتى 36، يعني تبارك الله حتى اللي عنده العائله. هادو كيجيو بالحجم كبير، انا خديت هذا الحجم ديال 28، وكاينين الغارقين اللي عندهم العائله طبيعه الحال. هذه لا بلونش حتى هي راها في الجدول ديالي باغا نشريها. هذه حتى هي نوع اخرى ديال لا بلونش كتجي باليد. هادو البنات كيمشيو حتى تيدخلوا حتى في الفران. هادو نوع ديال لا بلونش، وكاين سيري اخرى فيها ثلاثه المقالي كيجي في باك، دايرين له واحد التخفيض ديال 10%. ما تقولوا ليش بانهم سي با اليغون، سي تري شيك، سي تري اليغون، جي ادوري صراحه. تتحشى في الفران بطبيعه الحال. غادي نحيدو لها هكا اي با دنترو الورنو، نديروها في الفران. وهو هذا البنات.